بسم الله الرحمن الرحيم، معكم دكتورة ألفت أحمد علي، معهد فني صحي بنها. هناخد محاضرة بعنوان الفيتال ساينز، العلامات الحيوية. إيه هي العلامات الحيوية؟ الديفينيشن بتاعها بنقول vital signs are physical signs that indicate an individual is alive. العلامات الحيوية دي علامات جسمانية أو طبيعية بتشير إن الشخص ده على قيد الحياة. علامات حيوية زي إيه؟ زي الهارت بيت اللي هو البلس النبض، زي البريسنج اللي هو respiration أو التنفس، زي البادي تمبريتشر اللي هو درجة الحرارة، زي البلاد بريشر اللي هو إيه؟ ضغط الدم. طب ايه هي الفاكتورز انفلونسينج فيتال ساينز؟ ايه العلامات او العوامل اللي بتاثر على العلامات الحيويه دي سواء بالزياده او بالنقصان؟ اول حاجه الايج والسكس، طبعا بتفرق الميل عن الفيميل، بيفرق صغار السن عن كبار السن. بالنسبه للويت، الناس اللي هي السن غير الناس الفاتي. الانفايرومنت، البيئه البارده غير البيئه الايه الحاره، بتاثر على فيتال ساينز. الريس، السلاله، الناس اللي هم الطوال غير الاقزام، والناس اللي هم البيض غير الناس اللي هم الزنوج في جنوب افريقيا. الهيريديتي، الوراثه، حاجات كتير جدا بتبقى وراثيه وامراض كتير جدا بتبقى ايه متوغله في نفس الاسره. الميديكيشن، العلاج، طبعا علاج كتير جدا بيزود الهارت ريت مثلا، في علاج تاني بيعمل ريلاكسيشن في الماسلز بيأثر على الريسبيريشن، فطبعا العلاج بيأثر على الفيتال ساينز. البين في الغالب بيزيد الفيتال ساينز مع شده الالم. الاكسرسايز، الرياضه العنيفه بتاثر على الفيتال ساينز الا اذا كانت رياضه بصفه مستمره ومتوسطه، دي بتحسن الفيتال ساينز. البيشن كونديشن، الحاله الجسمانيه والنفسيه للمريض بتتاثر وبتاثر على الفيتال ساينز. ايه هي التايم تو اسس فيتال ساينز؟ امتى اقول ان الشخص ده لازم اقيس له الفيتال ساينز؟ اول حاجه اون ادميشن تو ا هيلث كير ايجنسي to obtain baseline data. أول دخول المريض لأي مكان عشان ياخد كير لازم يقيس له vital signs ك data collection بجانب ال height وال weight. When a client has a change in health status or report symptoms such as chest pain or feeling hot or fainted. أول الشخص ده عنده أي شكوى وبيشتكي من اي مشكله فانا اقيس له الفيتال ساينز. على سبيل المثال لو قال في الم في الصدر، حاسس باغماء، حاسس ان هو جسمه سخن او دافي، يبقى لازم اقيس له الفيتال ساينز. بيفور اند افتر سيرجري اور ان انفيزيف دايجنوستيك بروسيجر، لو انا هدي تشخيص لحاله معينه او قبل دخوله او خروجه العمليات عشان اتاكد من استقرار الجسم بتاعه والاعضاء بتاعته. Before and or after the administration of a medication that could affect the respiratory or cardiovascular system. بعض العلاج زي ما احنا قلنا بيعمل relaxation في المسلز فممكن يعمل arrest في الـ air respiration او يقلله. بعض الميديكيشن بيزود الهارت ريت يبقى بيأثر على عضلة القلب، فلازم اقيس اثناء اخدانه العلاج. Before and after any nursing intervention that could affect the vital signs. الناس اللي هي بتبقى ملازمه الفراش فترات طويله ونيجي نحركهم لاي بروسيدجر او اي انترفينشن فممكن الفيتال ساينز بتتغير، عشان كده لازم اقيسها قبل وبعد البروسيدجر. على سبيل المثال امبيوليتنج ا كلاينت هو هاز بين اون بيد ريست، حركه المريض من السرير. دلوقتي هنتكلم عن فيتال ساينز ونبداها بايه؟ بالبادي تمبريتشر، درجه حراره الجسم. ايه هو الديفينيشن بتاعها؟ It is the degree of heat maintained by the body. هي درجة الحرارة اللي بنحافظ عليها بواسطة الجسم. أو لها تعريف تاني، It is the balance between heat produced in the tissue and the heat lost to the environment. أو هي مدى الاتزان ما بين الحرارة اللي بينتجها الجسم أو الأنسجة ودرجة الحرارة اللي بتفقد للبيئة. إيه السايتس والنورمال رينج أوف ميجرينج البادي تمبريتشر؟ ايه افضل اماكن اقيس فيها درجة الحرارة والمعدل الطبيعي؟ بنقول السايتس اوف ميجرينج بادي تمبريتشر ار اورال اللي هو عن طريق الفم او الاكزيلري تحت الابط او الريكتال فتحة الشرج، دي افضل الاماكن. طب ايه هو المعدل الطبيعي لدرجة حرارة الجسم؟ ذا اكسبتابل تمبريتشر اوف هيومن بينج رينجز فروم من 36.2 ل 37.5، ده الايديال او هو ده الايه الطبيعي.
الكونترا انديكيشن اوف اورال تمبريتشر، زي ما احنا قلنا احسن اماكن هو الفم او تحت الابط او تحت الايه فتحه الشرج. طب امتى اقول الاورال ما ينفعش؟ اول حاجه في حاله الانفانت وليد شيلدرن، لانهم اولا مش هيقدروا يتحكموا في الترمومتر، ثانيا ممكن يكسروا. في حاله الانكونشوس بيشن، المريض اللي هو فاقد الوعي. افتر درينكينج هوت فلويد اور كولد فلويد، ما يكونش الشخص ده واكل ايس كريم مثلا او شارب شاي واجي اقيس له فايتال ساينز، على الاقل استنى ربع ساعه تلت ساعه بعدها. بيرسيستنت فريكوانت كاف، الناس اللي عندها برد او كحه مزمنه ما ينفعش استخدم الفم في قياس ضغط درجه الحراره. ماوس بريسنج بيشن، الشخص اللي عنده برد وبيتنفس من الفم ما ينفعش برضه اقيس له درجه الحراره. فيري اولد اند ويك بيشن، ضعاف السن او كبار السن بيبقى مش هيقدروا يتحكموا في الترمومتر. بيشن ويز سيزرز ديس اوردر، الشخص اللي هو الابيليبتيك عنده صرع او عنده اي مشكله في الوجه ما ينفعش استخدم الفم في قياس درجه الحراره. انفلاميشن اور سيرجري اوف ماوس، اي مشكله في الفم ما ينفعش برضو استخدم الترمومتر بالفم. طب ايه الكونترا انديكيشن بقى للاكزيلري؟ امتى ما ينفعش اقيس في تحت الابط؟ في حاله السكين ديزيز زي السكيبز مثلا، او في حاله الاكزيلري اوبريشن اي جراحه تحت الابط. طب الكونترا انديكيشن في الريكتال، هو الاكثر شيوعا للاطفال هو الريكتال، امتى اقول ما ينفعش؟ في حاله البيشن والسيرجيكال اوبريشن ان ذا ريكتام اور برينيوم جوري، يبقى حاله الجراحه في المنطقه دي، او ديزيز اور انفلاميشن اوف ذا ريكتام، اي انفلاميشن او مرض مثلا زي الهيمورويد، او في حاله الدايريه او كونستيبيشن. بعد كده هنتكلم عن التمبريتشر ريجوليشن، تنظيم درجه حراره الجسم. بنقول ايه؟ There are various regulating factors that affect body temperature، في عوامل كتير بتاثر على درجه حراره الجسم وبتنظمها. زي ايه؟ الفيزيكال كنترول، في تحكم طبيعي، بنقول ان البادي جينز هيت فروم اتس انفايرمنت، فور اكزامبل كلوزنج سان اند انجيشن اوف هوت فود، عوامل طبيعيه ان الجسم بيرتفع درجه حرارته او بيكتسبها من البيئه اللي محاطه بيه. على سبيل المثال اللبس، لو انا لبست حاجات اصواف اكيد ديت بتديني احساس بالدفء، لو انا تعرضت لاشعه الشمس اكيد برضو درجه حراره الجسم هترتفع، لو انا اكلت هيبقى الشخص اللي بياكل غير الشخص اللي هو ايه فاستنج اللي هو الصايم. تاني حاجة في كيميكال كنترول، تحكم كيميائي، بنقول البادي بروديوس هيت ثرو ذا ميتابوليزم اوف فود، الشخص لما بيبقى فاستنج اكيد هيبقى حاسس بسقعية، لما بياكل وبيحصل تمثيل غذاء او ميتابوليزم بتنطلق الطاقة وبيحس بالدفء. في برضه النيرفس سيستم كنترول اللي هو التحكم الجهاز العصبي، بنقول البادي تمبريتشر از مينتيند باي ذا هايبوثالاموس ان ذا سنترال نيرفس سيستم لوكيتد ات ذا بيز اوف ذا برين، درجة حرارة الجسم بنحافظ عليها من خلال الهايبوثالاموس اللي هو موجود في الجهاز العصبي اللي موجود في قاعدة المخ، ده مسؤول عن تنظيم درجة حرارة الجسم سواء في الصيف أو في الشتاء. إيه الفاكتورز انكريزنج الهيت برودكشن؟ إيه العوامل بقى اللي بتزود درجة حرارة الجسم؟ أول حاجة ماسكولار أكتيفيتي، النشاط الزايد أو الرياضة الإيه العنيفة. الانجيشن أوف فود زي ما إحنا قلنا قبل كده، هضم الطعام والميتابوليزم. التايم اوف داي طبعا فتره الافتر نون، هي دي افضل فتره ممكن درجه حراره الجسم بتبقى ايه مرتفعه فيها عن بقيه اليوم. الاموشن، الشخص المنفعل درجه حرارته او اللي هو موجود في ستريس بيبقى درجه حرارته بترتفع. الهرمونز زي الفيميل مثلا درجه حرارتهم بترتفع نص درجه اثناء الاوفيوليشن اللي هي التبويض. الانفكشن دي معروف العدوى لازم بيكون مصاحب معاها ارتفاع في درجة الحرارة. increase the temperature of the environment، لو البيئة اللي حواليا بيئة فيها ارتفاع درجة الحرارة او حارة بالتالي هتأثر على الجسم بتاعي. طب ايه هي بقى العوامل اللي decrease heat production عكسها؟ اكيد زي البرولونجت إلنس، الشخص المريض لفترة طويلة جدا بيفقد كل قواه وبيفقد معاه درجة حرارة الجسم. الفاستنج، الصايم مفيش اي ميتابوليزم في جسمه فبالتالي درجه حرارته بتقل. الديبريجن اوف ذا نيرفس سيستم، اي خلل في الجهاز العصبي بيأثر على الهايبوثالاموس طبعا وبيقلل درجه حراره الجسم. التايم اوف داي عكس الاولانيه، احنا هنا في انخفاض درجه الحراره هتبقى فتره المورنينج الصبح او الات نايت فتره ايه بالليل.
الايج طبعا كبار السن وصغار السن بيبقى عندهم درجة الحرارة ايه منخفضة عن الادلت لايه لقلة الحركة بتاعتهم. هناخد بقى كمثال التمبريتشر الفيفر او الهايبر ثيرميا ارتفاع درجة الحرارة. ايه تعريفه؟ بيقول it is abnormal elevation of body temperature above the normal. احنا قلنا النورمال من 36.8 ل 37.5، اعلى من كده يبقى ايه دوت فيفر. الفيفر دي لها درجات، اول حاجه اللو جراد فيفر بيبقى من 37.5 ل 38.3، المودريت من 38.3 ل 39.3، البايركسيا بتكون من 39.3 ل 40.5، الهايبر بايركسيا بتبقى فوق ال 40.6. ايه اسباب الفيفر؟ دامج اوف هيت ريجوليتنج سنتر، اي خلل في الجهاز العصبي المركزي او في خلل في الهايبوثالاموس هيغير درجه حراره الجسم. التروما اور انجري تو ذا بودي تيشو، اي خلل في الانسجه بتاعه الجسم. الاكيوت انفكشن ديزيز، الاكيوت انفلاماتوري كونديشن، حاله العدوى او حاله الالتهابات بترفع درجه حراره الجسم. الاكيوت اند برولونجد بين، الالم لفتره طويله ويكون الم حاد. الاكستريم نيرفسنس، الخلل في الجهاز العصبي المركزي. الاموشن ستريس، الانفعال الزايد. ايه الساين والسيمتومز بقى، علامات واعراض الحمى؟ اول حاجه رابد للبلس ورابد وشالو للريسبيريشن، يبقى النبض بيكون زايد اللي هو الهارت ريت، وفي نفس الوقت التنفس بيبقى زايد وسطحي، يبقى نسبه الاكسجين اكيد اللي هتوصل للجسم هتبقى قليله. كولد اند زين سكين، بدايه السخونيه بيبقى فيه بروده في الاطراف، بعد شويه السخونيه بتنتشر في الجسم كله. فلاش ديفيس، الوش بيبقى متوهج واحمر. هيدك، صداع. ماليز اند ريستلسنس، في اعياء وعدم راحه. سويتنج اند شاكينج شيل، بيبقى في عرق شديد ومعاه رعشه. سيرست ودهيدريشن، في عطش وفي جفاف لان السخونيه بتساعد على تبخر السوائل في الجسم. انوركسيا، فقدان شهيه. ميجرز تو ريديوس بودي تمبريتشر، ايه القياسات عشان اقلل من درجه حراره الجسم؟ اول حاجه بيد ريست اند ان اكتيفيتي تو ديجريز الريت اوف ذا ميتابوليك بروسيس اند اولسو ماسكولار اكتيفيتي، لازم المريض يبقى راحه تامه في السرير عشان اقلل ايه النشاط واقلل ارتفاع درجه الحراره. بوتنج ذا بيشنت بودي ان ا كول سوليوشن اوف ووتر اند الكحول تو بروموت هيت لوس باي ايفابوريشن، بحط الشخص دوت يعني يا اما يعمل شاور يا اما نعمل له كولد كومبريسس، ممكن ميه بس وممكن ميه بكحول، بس مفضل بلاش الكحول لانه ممكن يعمل اريتيشن لبعض المرضى. ايس باك اون ذا جروين اكزيلا اند فور هيد تو بروموت هيت لوس باي كوندكشن، ممكن كمادات ميه ساقعه في المناطق ديت اللي هي منطقه الجروين اللي هي المنطقه الارهابيه ما بين الجذع والفخذ، او الاكزيلا تحت الابط، او الفور هيد اللي هي عند ايه منطقه الصدغ. دي افضل اماكن لان فيها امداد دموي كتير، فبالتالي هنخفض بيها اسرع درجه حراره الجسم. ممكن عن طريق برضو كول كوايت انفايرمنت تو بروموت هيت لوس باي راديشن اند كونفكشن، البيئه تكون بارده بس ما يكونش تعرض لتيار هواء، تكون البيئه جيده التهويه بس ما يكونش المريض دوت معرض للشباك او لمروحه. فورس كولد فلويد اب تو 2.5 تو 3000 سي سي بير دي ان سمول اماونت اند فريكوان انترفلز، ابدا ادي الشخص ده سوائل بارده من 2.5 ل 3 سي سي بير دي، تكون فترات متباعده وكميات صغيره عشان اعوض الجفاف اللي هو عنده واعوض فقد السوائل اللي هو فقده. administering of antibiotic drug according to doctor order، اخر حاجه بقى بديها اللي هو الايه خافض للحراره، طبعا ترجع لايه تعليمات الطبيب. الهايبوثيرميا عكس الفيفر اللي هو انخفاض درجه الحراره، دي عباره عن ايه؟ a condition in which temperature is abnormally lower than normal، درجه الحراره بتبقى اقل من المعدل الطبيعي، يبقى اقل من 36.2. ايه اسبابها؟ اول حاجه lowered metabolism،
الناس اللي عندهم تمثيل غذائي قليل او ما بياكلوش. circulatory failure اي فشل في الدوره الدمويه فما فيش غذاء بيتنقل، او اللي هي في حاله مثلا الانيميا او البليدنج. في حاله decrease activity usually occur in elderly الناس اللي بتقعد لفترات طويله وزي كبار السن ما فيش حركه وما فيش نشاط عندهم فما فيش انطلاق للطاقه. heavy sedation الناس اللي بتاخد مهدئات ومسكنات لفترات طويله وكميات كبيره. exposure to extremely cold environment temperature الشخص اللي هو غرق او اتساب في ثلاجه بتاعته الخضار او الفاكهه الثلاجات الكبيره ديت لفترات طويله فبالتالي هتاثر على درجه حراره الايه الجسم. ايه الساين والسيمتومز اوف هايبوثيرميا؟ ايه العلامات والاعراض بقى للشخص اللي هو درجه حرارته منخفضه؟ اكيد هتبقى عكس العلامات والاعراض بتاعه الفيفر. اول حاجه بيل سكين اند سيانوزد ليبس، الجلد بيكون شاحب والشفايف بتبقى ايه زرقاء. كولد هاند اند فيت، الايد والرجل بيكونوا اللي هي الاطراف بصفه عامه بيكون سقعانين. شيلينج رعشه، دراوزنس توهان او دوخه، سلو بالس ريت وسلو في الريسبيريشن النبض والتنفس بيبقوا قليلين. ديكريس فيزيكال اند مينتال كاباسيتي، كله في الساعه الجسمانيه والعقليه يعني ما هوش مركز. بيشن فيلز سليبي ودي اخطر مرحله ان هو بيحس بنوم واعياء، طبعا لو انا سبته وما نبهتوش كل شويه هيخش في ايه كوما وبعد كده ديس. ايه النيرسنج كير بقى اوف بيشن ويز هايبوثيرمي؟ ايه دورنا بقى في المريض عنده انخفاض حاد في درجه الحراره؟ اول حاجه انكريز الفيزيكال اكتيفيتي، لازم ازود النشاط الجسماني ليه. لو هو فايق هو يتحرك كتير فتنطلق منه الطاقه، لو هو مش قادر فانا هعمله تدليك او مساج للاعضاء بتاعته الطرفيه فهتنطلق عنده الطاقه. تاني نقطه وورم ذا بيشنت، ادفي المريض. لو المريض ده مثلا كان غرقان فطبعا بعمل تشينج للكلوزس الاول، اما لو هو كان عادي مش مبلول بلفه بايه بلانكت. طبعا البلانكت هي افضل صوف بتنطلق منها الطاقه عكس الحاجات اللي هي القطنيه ما بتديش نفس درجه الدفء. وبعديها ادف اوصله لاي مصدر طاقه او حراره، اي هيتر سخان دفايه اي حاجه. وبعد كده اعمله ايه هوت ابلكيشن، كمادات ميه سخنه على الجلد زي ايه زي الهوت ووتر بوتلز اند هيتنج بادز تو ذا سكين، ازازه ويكون فيها ميه سخنه واحطها على الاطراف بتاعه الجسم عكس الفيفر بالظبط، او كمادات ميه على الجلد. اعمل له فريكشن اوف بودي سيرفيس، اعمل مساج او احتكاك حك للاطراف بتاعه الجسم، برضو دي هتدي له نوع من انواع الدفء. ادي له ورم فود اند درينك، ادي له اكل ساخن او مشروبات دافيه عشان ايه تدفي الجسم. Thank you.